زي ما تحب انت تشارك. السلام عليكم. يا مرحبا. يا فضل اخويا. الله يبارك فيك. كيف حالك اخي؟ الله تمام. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. هو تري شنو يا حاج احمد؟ والله استاذ يا اخي بالمختصر انا اصلا يعني اذا حقنا انا قاعد يوي دور عيده. لكن الجماعه قالوا يا اخي الحكايه بقت فيها قانون انت شوف لك محاميه. نعم. ازود لي يا اخي والله نجدني نجاد يعني نجدني نجاد في الدنيا دي. اولا يا اخي الحكايه بدت بانه زول ده بيفتح المويه بيسجل حيط. ايوه. علي هذا الكلام ده لاخوي يا اخي بيجي. يعني جيران احنا. طوال المويه دي مفتوحه على الحيط دي يا زول، يا اخي الحيط دي بتوقع بالنزع. ولا قال لي عينك في راسك. نعم. قلنا كويس، خلينا الحكايه دي ونعملها ما تنف، ان شاء الله توقع. خلينا حكايه الحيط. بقى شنو؟ يشيل الوسخ يكبه قدام الباب. اخوانا دي حقاره ولا مين حقاره عليك الله؟ حقاره. الله حقاره. مشيت حذرته والله جبت راس الحله دي شاهدتهم. جبت حظاظ وقلت له هذول هوي والله تاني انترنت الحكايه دي ها ما تمل لنفسك. أيوة. والله ما في يومين كان هو شايل الجردل توتك كذا ده كشح الجردل انا صحنا حمقته كلمه مني كلمه منه جبته وكازين لت جبته لك الدايمه. نعم نعم. اها ما جاي جايب هذا حلو بلا وشنو شنو وقالوا يعني ده عجز عز 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 جسيم عز جسيم. ايوه. نعم. بس دي الحكاية بالمختصر. لكن ما في مشكلة ما في مشكلة، القضية دي هي بسيطة وما حتكلفك حتى كثير يعني ما تشيل هم. كده اعمل لك موية تشرب. لا انا خير. لا اعمل لك شاي تشرب. مباريني مالك؟ سعد. في شنو؟ انا لما نحن كنت في فريق التضامن لما كنت بلعب. يا اخي حكيت لي القصة دي 100 مرة يا اخي. مش انا اخر دقايق. يا اخي دخلت جول ركنته ومش المذيع كان بيقول عارفه ركنه ياخذ وقت وانا عندي زول ممكن يبرى يا اخي مش في زول ضربني بعكاز يا اخي في راسك هاي عارفه الكلام ده فيش نيه طيب يا هو الزول ده ذاته قول والله زول اضربك في راسك ما مشكله انا عارفك انت خفت منه وخليت له الحله كلها انا عارفه الكلام ده عين اسوي ما يعرفك اصلا شكله ما يعرفك بس انت ما يعرفك ما يعرفك اصلا ما قال حاجه قال حاجه قال لك حاجه بتعامل معك عادي طيب ليه قام قال قصه العكاز زي بقى لا انا ما قاصد هو في احنا نزول ده عنيف نزول تتذكر كم بيعمل لك شنو ده كان سكيك في الحله كلها يا اخي انت هو المذكر احنا لما كنا بنغطيك من هناك كده عشان تمشي ده متعصب مجنون زايدة بشكله اصلا نزول كده عين انا بمشي واسا انا بخارجه بجيب له مويه وخارجه بلاقيه في حته ثانيه انت ما تطلع لحد ما يمشي فهمت؟ خلاص بس خليك هنا تفضل اشرب سريع اشرب مويه خلاص انت عاده انا ما قاعد اشتغل في البيت طبعا فانا بفضل انه يعني ان شاء الله هاي يوم لو ملحت عليه في المكتب عشان اعمل لك الاجراءات ونبدا القضيه ان شاء الله لا انت لا لكن مثلا دار اقول لك يعني ذاك تعرفه عشان والله ما خديت عليه لكن حرق روحي يا اخي قال لي في العزيزه دي والله العظيم نعم نعم انا يعني ضربته منطر يعني اظن لفظه كعب خلاص والله قال له كلام اصلا ما بنبلع بعاني الطريقه شلت عكازي وصمتته انا ما ناكره ما في مشكله خلاص انت يعني حتجيني في مكتب ان شاء الله لا بجيك خلاص اي نعم المكتب اي انا بس يعني قلت يعني انورك يعني لا خلاص ما في مشكله لا ما في مشكله تفضل اوصلك الباب لا ما خلاص والله طيب مع السلامه شكرا طيب صابي عادي كده يا اخي ما عرفك يا اخي ما لا ما انا ما بيت الديوشي ما عرفك بيت الديوشي كله والله حلي برد والله ده لو يطلع سريع عشان ما يعرفك السلام عليكم بس في الحقيقه استاذه ما اديتينا الوصف حق المكتب بحري وين في بحري شارع البلديه شارع البلديه ده وين عمارة بلابل لا
ما زعل منا. انت اخوي انت ما طيب ركنا؟ طيب ركنا منو؟ ما ركنا ولا اي شيء. كده حطوا